بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة إصلاح أي لمبة ليد باظت عندي أو مش شغالة. أنا بفتح الوش دوت تمام بمفك عادة أو بإيديا، لو ضغطت عليه يتفتح بسهولة. هنا بلاقي مجموعة ليدات، طبعا دي اتصلحت كذا مرة. الليدات ديت لما بتبوظ بيبقى فيها نقطة سودة، هنعمل زوم هنا عشان نوريها. الليد اللي بيضرب بيعمل نقطة سودة زي ما احنا شايفين كده، بصوا الباقيين مفهومش. فانا من غير ما اكشف عرفت ان انا لو لغيت الليد دوت هيتتصلح اللمبة على طول. لو في واحد تاني برضو ايه يبقى بشيله ازاي؟ ان انا بجيب اي مفك او سكينة، تمام، مفك تيست او سكينة، واقوم مقشره خالص. اهو قشرته خالص كده، تمام. بعمل ايه؟ انا عايز اوصل النقطة دي بالنقطة دي، بملى الحيز ده أسدير بكاوية، أو إن أنا بوصل كهربا للمبة في دواية عادي، وأفضل أوصل هنا قلم رصاص أو أي حاجة على أساس تلحم. بس دي موضوع صعب، بيبقى بيطبق فعلا في الليدات الصغيرة، إنما الليد ده كبير، فالقلم الرصاص مش هيقدر يقفل على الإيه، على الاتنين. وبرضه هنجرب هنا اهي، دي كانت ليد هنا اهو واتقفل عادي، الحام عشوائي واتصلحت. بعد كده ضرب ديت، ولو ضرب تاني وتالت ورابع برضو نقدر نصلح اللمبة لغاية لما تعيش معانا، لغاية لما تكون ايه الليدات بتاعتها ضربت. وطبعا ده هي ما بتضربش يعني بسهولة، هي بتاخد وقت، وممكن اللمبة لو هي عمرها سنة عندك ممكن تقعد سنتين تلاتة او اكتر من كده، وتكون برضو لسه ايه شغالة، وتقدر تصلحها بسهولة في البيت بسهولة. الكاوية هجيب همسك همل الحتة دي كده، أسدير هسيح أسدير هنا، وخلاص اللمبة كده اتصلحت.